مين فيكم مناح حسان؟ انا مناح حسان يا بيه خير. قبض عليه. في ايه يا بيه؟ مش انت صاحب المصنع ده؟ انا صاحب المصنع. قالك الخواجه اللي بيديره هو كمان. خدوه. ليه ده كله؟ عندنا اوامر بالقبض على المسؤولين عن انتاج السماد ده لانه ثبت انه مدمر للبيئه. لا طبعا مستحيل الكلام ده، دي مؤامره. بقول الكلام ده قدام النائب العام. يلا خدوه. هات الولد ده يا ابوك يا رودي. ضيعت انت وابوك، يحرق ابو اللي جاب ابوك. دكتوريني كل اللي انت عاوزاه اجيبه وانا جاي. تقول ايه؟ ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ من فضلك يا ربامبي اتفضل معانا بالليل. انتوا ازاي تتجرأوا عليا؟ انتوا مش عارفين انا مين؟ انا معايا حصانه. الموضوع اكبر من كده، دي قضيه امن دوله، والحصانه اترفعت من نص ساعه في جلسه طريقه. قضيه؟ قضيه انا ماليش دخل باي قضايا. ما عنديش فكره يا فندم، في النيابه هتعرف كل حاجه. ممكن تتفضل معانا؟ اسمح لي بس اتصل بمحمد. في النيابه هتعمل كل حاجه. اتفضل. لا من فضلك ما يسعد، من فضلك. اتفضل. انت بقول لك ايه؟ انا واثق يا فندم انكم هتلاقوهم في فيلا اسوان دي، بس يا رب ما يكونش حد بلغوا عشان ما يهربش. اطمن، صدر قرار بمنع كل المشبوهين من السفر سواء اجانب او مصريين. واحنا هنعرف كيف ان ما عندهمش باسبورات مبروك؟ ايه ده مناع بيه، كل شيء تحت السيطره. لكن قول لي ليه ما بلغتش عنهم من البدايه طالما عندك الشك ده كله؟ والله يا باشا انا بلغت رئيس الحزب بتاعي عن مخاوفي، باعتبار يعني ان عنده اتصالات بالمسؤولين الكبار، وانا عن نفسي امنت روحي في الاتفاق اللي مضيت معاهم. كل ده انا عارفه، بس ازاي اكتشفت النتائج الخطيره دي مع انك مش متخصص؟ شكيت لما لقيت الارض مدمن السماد بتاعي، شكيت وكلفت الدكتور جمال يعمل ابحاث على السماد دي. عموما انت موقفك سليم، لكن مضطر لمصلحه التحقيق احجزك مع باقي المتهمين لغايه الملحيه كلها تبان. المهم يا باشا تقبض على راس التعبان فانهايزر دي، هو اللي بيحرك كل حاجه، وانا شاكك انه على اتصال بمنظمه تخريبيه ضد مصر. اطمن، كل الاحتمالات عندنا وكده كده هنجيبه، بس المهم ما تخليش حد يشك فيك. ماشي، بس ارجوك يا فندم تؤمر بحراسة على مرتي وعيالي، خايف يعملوا عمل انتقام ضدي. ما لقيناش حد يا فندم. بس واضح ان كان في حد. تمام يا حاتم، خلاص حد جوه. اسبقوني على العربية. تمام يا فندم، ما لقيناش غير الباسبور ده. هو اللي قصد يسيب، واضح ان حد بلغه باللي حصل من بدري. بلغ اشاره العمليات يا حضره الضابط. تبدا اشاره عمليات، تبدا اشاره عمليات، تبدا اشاره. اسمع يا لوجاني، انا بفكر ارجع. يا بروف صدقني امن مكان ممكن تستخبى فيه هو النجع، لغايه ما المنظمه تشوف لك حل وتعمل لك اوراق جديده. اصبر بس شويه خليني افكر. انا واثق جدا ان اوصافك كلها متبلغه لجميع المطارات والموانئ وجميع الطرق البريه كمان، وكويس قوي اننا قدرنا نوصل لغايه هنا قبل ما يدوروا علينا. انت قصدك يدوروا على بروفيسور فاي هايزر. كلنا فداك يا بروف، المهم نبقى في امان. صحيح النجع هيكون امان الا في حاله واحده بس، ان يكون مناع له يد في المصيبه دي. حتى لو كان له يد ما يقدرش يقول للحكومه ويدلها على مملكه الجبل اللي مزروعه كلها حشيش لان عيلته كلها فيها. معاك حق، بس لازم اعرف اذا كان بريء ولا لا. انت تابع لي وعرف لي ايه الحكايه. اوكي يا بروف. لازم نلاقي طريقه نحذر بيها البروفيسور، لو اتمسك هنضيع كلنا. بالعكس لو هو اتمسك هيشيل القضيه واحنا نطلع براءه. بطل غباوه، دي قضيه امن دوله، يعني اركانها تكتمل لو قبضوا عليه، لكن طول ما هو حر كل واحد مننا لقى طريقه دافع بيها لروحه. احنا طلبنا محامي من السفاره بتاعتنا. وانا كمان مأمن نفسي، البروفيسور هو المسؤول الاول والاخير عن كل العقود اللي بيننا. هو الدكتور جمال مفيش غيره، اكيد هو اللي بلغ عننا. منه لله، هو اللي بوظ مستقبلي ويعني. اطمن يا منابي، البروفيسور عارف الوقت المناسب وقدر يهرب على اول طياره. يهرب؟ انت متاكد يا رودي؟ ايوه متاكد. المهم انك تنفذ اللي بينك وبينه، لانك اكيد هتخرج بعد الاربع ايام دول وهتعرف المطلوب منك من المحامي بتاعنا. وما تشيلش همنا، احنا هنخرج. طيب طالما الحكايه كده يبقى نعمل نفسنا اعداء قدام النيابه. بعد الاطلاع على عقود الانتاج الموثقه يتم الافراج عن السيد مناح حسان بضمان محل اقامتي، وننبه عليه بعدم السفر دون اذن مسبق منا. طب ما المتر معاه عقد يثبت ان انا موظف في المصنع،
يعني ماليش اي علاقه باي حاجه. انت مدير المصنع وانت اعترفت انك انت المسؤول عن الانتاج مش صاحب المصنع. ما تتكلم يا متر، امال السفاره بعتك ليه؟ المحامي مالوش ان يتدخل في قرار النيابه. اكتب يا ابني عندك: وقد قررنا استمرار حبس المتهم رودي خافير والخبراء الكيميائيين، اكتب اسمائهم، 4 ايام اخرى على ذمه التحقيق، وتكليف الإدارة العامة للمباحث الجنائية سرعة ضبط وإحضار المتهم الأول البروفيسير فايهايزر ومنعه من مغادرة البلاد. اتفضل يا مناع بيه. شكرين يا باشا. اتفضل يا مناع. أنا عرفت من رودي إنك سليم، وعشان كده هبعد عنك أي شبهة، يعني بالبلدي كده مش هجيب رجلك. خلينا في المهم، قالوا لي إن عندك رسالة عايز توصلها لي. مشروع المملكة لازم يكمل. مناع يا حبيبي. أنا كنت واثقة في براءتك، أنا قلت لهم إنك كنت شاكك فيه من الأول. اسكت يا نوران، إيه اللي جابك دلوقك؟ أخص عليك يا حبيبي، عاوزني أعرف إنك بطل وما تجيش عنيك. ألف ألف مبروك يا بطل يا عمان. هو الراجل اللي كان معايا دولك راح فين؟ ماشك ده. مالك يا مناع؟ مخضوض كده ليه؟ ممكن نأجل الكلام لحد منغور من هنا. يا رب يكون غبي وما فهمش حاجة.